عندنا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه مكعبات صغيره على قد معلقه الشوربه، نص كوبايه فريك مغسول ومنقوع ساعه او نص ساعه ومتصفي، بصله مفرومه، كوبايه بسله، 4 أعواد كرفس فرنساوي متقطعين صغير، جزرايه مبشوره، معلقه كبيره من الزبده ومعلقه كبيره من الزيت، ميه مغليه، رشه سكر، فصين مستكه، رشه حبهان بودر وملح وفلفل اسود. وتعالوا بينا يلا على طول، حطينا الحله تسخن، هياخد الزبده، هياخد المستكه، وكمان هناخد الفراخ. بس بعد ما نحط دول هحط كده مكعب زبده، واحط معاه معلقه زيت عشان الزبده ما تتحرقش. بسم الله، بس كده يسخنوا كويس علشان ابدا ان انا اشوح الفراخ. بس قبل ما اشوحها تعالوا نحط فصين مستكه يبتدوا يسيحوا علشان يدوا معانا للشوربه طعم حلو جدا. بعد ما كنا حاطين على النار معلقه زبده او معلقتين زبده ومعاهم معلقه زيت والمستكه، هبتدي اخد الفراخ اللي انا غسلها كويس جدا ومنشفاها قوي واحمرها، نديها تشويحه محترمه. يبقى اول حاجه بننزل بالفراخ علشان تتشوح. الشوربه دي حلوه قوي، تعتبر كده وجبه متكامله. احنا حاطين على النار الفراخ تتشوح، هتبتدي تتشوح، واول ما تبتدي تاخد لون من كل الجوانب هبتدي انزل بعد كده بالبصلايه. البصل هحط البصل، احنا كده بنعمل مع بعض شوربه الفريك بالخضار. هايل ريحه المستكه مع بقى الفراخ والبصل، هايلين جدا. هاخد بقى عندي الجزر والكرفس والبسله. بعد ما البصل يتشوح كده تشويحتين على النار هبتدي انزلهم. ادي الجزر، حلو قوي الكلام ده. عايزه اسوي بقى الخضار شويه علشان لما احط الفريك، الفريك منقوع مش هياخد وقت كبير يكون عندي الخضار مستوي. هعمل ايه بعد ما اقلبهم كده تقلبتين على النار؟ هنحط ميه مغليه ونغطي ونهدي النار ونسيب الخضار بتاعنا يستوي، وبعد كده هنبتدي نضيف الفريك. يلا بينا نحط الميه المغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوربه بقى ولا احلى من كده. ونغطي ونسيبها بقى علشان تستوي. تعالوا بقى نحط الفريك على الشوربه، الخضار خلاص استوى. احط الفريك، احط رشه من الحبهان البودر وكمان رشه سكر والملح والفلفل علشان كله بقى يستوي وياخد من طعم الملح. بسم الله. زي ما قلنا الفريك اتنقع، اتغسل واتنقع نص ساعه كويس جدا وتصفى. ادي رشه بسيطه من السكر تدي طعم حلو، وعندي رشه بسيطه من الحبهان البودر، حاجه بسيطه خالص، وفلفل اسود والملح. دايما في رمضان حاولي تقللي الملح شويه، وساعه الفطار لو عوزنا ملح نحط مفيش مشكله، احسن ما الاكل يطلع معانا حادق. كده خلاص دقيقتين ثلاثة وهنغرف الشوربة بتاعتنا أول ما الفريك يستوي. بسم الله، شايفين الشوربة بقى وجمالها؟ الفريك استوى ونفش والفراخ مستوية، كل حاجة ما شاء الله زي الفل. يلا احنا هندلق دلوقتي. أيوة من الآخر بقى، احنا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة والله، دايما بندعي. حاضر. عايش عايش يا محمد. يلا وادي رشه بسيطه من البقدونس، وبالف هنا وشفا شوربتنا الجميله.